سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في حالة ما مثلا جاءنا شخص من الناس يحاورني مثلا في مسائل تكون قطعية في الدين الإسلامي، يعني فيها نصوص، يعني فيها نص آية في كتاب الله، أو فيها حديث يعني اتفق على صحته، حديث معروف حديث صحيح، فأنا أسأل هذا الإنسان الذي يناقشني الآن، يعني هل هو مسلم أو غير أو ليس بمسلم؟ فإذا كان الرجل غير مسلم هو من حقه أن يحاورك ويناقشك، لأنه لا يدين بالإسلام وغير مقتنع بهذه النصوص وما عندهش إيمان بهذه النصوص، فيناقشك مثلا في قضية مثلا تعدد الزوجات، يناقشك مثلا في قضية المساواة بين المرأة والرجل، الإرث كذا إلى آخره من النقاط الموجودة اللي يثيرها بين الساعة والأخرى، بين الفينة والأخرى. فهذا يعني أنا مستعد أتحاور معه وأتناقش معه، ويضع النص القرآني للحوار وأنا أناقشه، لأنه هو يقول أنا لست بمسلم وأنا أريد أن أناقشه. لكن لو كان الرجل الذي يحاورني أو يناقشني الآن يعني يقول أنا رجل مسلم، فأنا يعني أسأله السؤال الآتي: هل أنت مسلم أو لست بمسلم؟ يقول أنا مسلم. طيب إذا كنت مسلم يعني تؤمن بالقرآن أو لا تؤمن بالقرآن؟ يقول أنا أؤمن بالقرآن. إذا كنت تؤمن بالقرآن فالنصوص القرآنية هي غير قابلة للجدال وغير قابلة للمناقشة، لأن هذا نص قرآني قطعي، سمعنا وأطعنا، أوامر من الله عز وجل أو نواهي من الله عز وجل. إذا كنت أنت مسلم فموقفك من النص القرآني هو أن تسمع وتطيع. إذا كنت غير مسلم يكون لحادث حديث. أما إذا كنت مسلم، طيب مسلم تؤمن بالقرآن، نؤمن بالقرآن. إذن كيف تسوي لك نفسك أنك تأخذ نص قرآني وتضع للنقاش، تناقشني عليه يجوز ولا لا يجوز؟ ما هو أصلا يعني ثابت. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات وليضربن بخمورهن، آيات قرآنية واضحة في كتاب الله، أوامر واضحة في كتاب الله. مش معقول إذا جاء يقول لا أنا أجادل، أنا أريد أن أضعها للنقاش وأناقشها. مناقشتك للنص القرآني يعني عدم تصديق، وعدم التصديق بالنص القرآني يستلزم منك يعني أنت رجل يعني لا تؤمن بهذا النص. خلاص إذا أنت رجل تقول أنا مسلم وأنك تناقض نفسك، أنت لست بمسلم، لأن المسلم يعني مقتضيات أنك مسلم أنك يعني تؤمن بهذا الكتاب. فكيف تكون مؤمن بهذا الكتاب ثم تأخذ النص القرآني وتقول لا هذا لا يجوز، المرأة لا ترث ولا يرث ولا هذا لا يرث ولا ذلك؟ خلاص إذا نحن انتقلنا، هذا نقاش عقيم، نقاش عقيم لا فائدة فيه. جزاك الله.